السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب الكرام، إليكم القناة الوطنية التعليمية. هذه القناة خاصة بنشر كافة الأسئلة والمرشحات والحلول الوزارية والأجوبة النموذجية الواردة من مركز الفحص. لا تنسوا متابعة القناة الوطنية التعليمية والاشتراك بها ليصلكم كل ما هو جديد، خاصة الدراسة الإعدادية والفروع المهنية كافة، بالإضافة إلى الفرع التجاري والزراعي والصناعي والفرع التطبيقي، وكل شيء متعلق بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي. دائما احنا الفيديو اللي يتم نشره راح نخلي، إذا كانت أسئلة أو أجوبة راح نخلي أسفل الفيديو في مربع الوصف رابط لتحميل الأسئلة أو الأجوبة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.